مسألة المهوال، أنا تنحيت عن شغلة الهوسات والمهوال والعرافة لأسباب. الأول أشوف المهاويل، يعني بعض المهاويل مو كل المهاويل، تحية للمهاويل اللي مرموقين، هذا اللي يعني بس قل تعال اليوم أبوي توفى مثلا، اليوم عمي توفى، هو يركض ما درى عمك شيخ، عمك كريم، عمك على قولتنا سيفه ينقض، وقال يا ابو ذراع الكذا ويتعدل الميلة، انت ايش عرفت عنه؟ انت يا ريت مثلا ابن المنطقة، انت مخلي لك واحد بالمنطقة يخابرك يقول لك تعال فلان توفى، انت لما وبعدين يا ابو صحن الله شو ينقض دهن، انت ما عرفت من عنده. يعني قاعد اشوف يطون شخص اكثر من حجمه، هذا السبب الاول. السبب الثاني، وصارت قدام عيني، توفى شخص محترم، نعم، واجا، وطبعا اكو مهاويل، هو هسه اللي مدحك من ذاته هاي خوش، بس مو تطي فلوس يلا يمدحك، هاي مدحك مدح الفلوس. فقد ما خلص المهوال دعوه من مكان بعيد ما اريد اذكر اسمه، من قضايا قال له لا يا بشوفه هذا الولد اجى خاف هم يريد له كروه، واذا عنده سياره خاف يريد بنزينات، كان يقول والله انا اريد 500 ألف. 500 ألف يا بخير، ايش سويت؟ رجعت المرحوم؟ لا. سويت النشي؟ لا. منا لهنا عمك زين وخالك زين، صارت يمكن 250 او 200. فانا اضطريت بنفس الوقت كتبت هوسه. ها كتبت والله. اي ايش قلت بيها؟ قلتك وبعض الكلام يصير بيه دروس، والفلاح يتعب من يريد يدوس، وكو كثرة بعرب نطصح ضعيف انفوس. الله. اكو بعض الكلام يصير بيه دروس، والفلاح يتعب من يريد يدوس، اكو كثرة بعرب نطصح ضعيف انفوس، شرط كون اللي يهوس ما يريد فلوس. شرط كون اللي يهوس اللي يهوس ما يريد فلوس، ومثل الملاية مثل الملاية شاعر من يريد فلوس الشاعر. خلهم يزعلون، انت اليوم دخلتنا في الشغل. الله يسلمك. لا حلوة الرسالة، جميلة سيد، أنت الأجمل. بالعكس احنا نحتاج الله يسلمك لهذا الكلام، وأكيد أنه ولكن البعض أنه ما أعرف متخذيها أنه باب رزق لهم، باب رزق يعني مهنتة هاي يعتبرها، بس ما أشوفها يعني، يقدر اليوم أبواب الأرزاق مفتحة يعني، مو إلا هاي يعني، الناس ميتة الباقية بعد لا اكيد، ولكن شو يسوي يعني؟ وين وين يروح؟ هو لقى روحه بهذا المجال. الله يوفقه داعي. اكيد تحياتنا لكل اخواننا المهاويل، والله ان شاء الله يحفظهم.